هو الذي قاد الحملة الفكرية لتعميق الفكر الشيعي ومواجهة الاتجاه الأخباري. كان شديد الولاء لأهل البيت عليهم السلام ببصيرة علمية وليست بعاطفة اندفاعية من دون أن تكون مبنية على أسس علمية عملاقة. لأنه كل من تلمذ عنده بلغ ووصل إلى مرتبة الاجتهاد. كان ربما قد يصح أن نسميه مفيد عصره مرة أخرى. لماذا سمي الوحيد الوحيد؟ Vahid Behbahani was particularly famous for his promotion of Usuli Shi'ism against the Akhbaris. And most of the things that he wrote, most of his works that we have today, are in Usul al-Fiqh, legal theory. ما اجتهاد را به معنای امروزی و تجدید تدوین علم اصول را اون هم به صورت امروزی مرهون و مدیون وحید بهبهانی است. During the Islamic Golden Age, there came about a great threat to the core fields of Islamic theology and jurisprudence. Widely known as the restorer of the Usuli school of thought, a scholar emerged and played a pivotal role in narrowing the fields of orthodoxy in Twelver Shia Islam. This scholar was Muhammad Baqir, son of Muhammad Akmal, otherwise known as al-Waheed al-Behbahani. This man of intellect was born in Isfahan in the year 1117 AH. My name is Robert Gleave. I teach Arabic and Islamic studies at the University of Exeter in the UK. And my area of expertise is in Shi'ism, the history of Shi'ism, and in particular, the history of Shi'ite law. Vahid Behbahani, Muhammad Baqir ibn Muhammad Akmal al-Behbahani, was born in Isfahan in 1704 in the Christian date. The different records of his life give slightly different dates, but it was sometime around about 1704. خانواده وحید شایسته تأمل، یعنی پدر بزرگوار ایشون مولا محمد اکمل از اعلام و بزرگان علما بوده و تعبیراتی که خود وحید و دیگر اعلام نزدیک به ایشون و هم عصر ایشون نسبت به مرحوم مولا محمد اکمل دارن تعبیرات بلندی است که ایشون از علما و شایستگانه و مادر ایشون هم دختر آقا نورالدین و ایشان آقای آقا نورالدین آقازاده مولا محمد صالح مازندرانی صاحب شرح اصول کافی است که داماد مجلسی است و شوهر آمنه بیگم که بزرگترین دختر مجلسی بوده و ملاترینشون، در حدی که نسبت به آمنه بیگم این صحبت گفته میشه که ایشون حتی برادرش مجلسی دوم رو در کارها کمک میکرده و در تحقیق کمک میکرده. ولذا مرحوم وحید بهبهانی از مجلسی اول تعبیر به جد میکنن و از مجلسی دوم تعبیر به خال، خالون المجلسی در نوشته هایشون هست. در یک چنین خانواده ای ایشون متولد میشه از این پدر و از این مادر. درس مقدمات دروسه الحوزویه فی اصفهان على يد والده و عمته ايضا. بالاضافه الى ذلك كان هناك من العلماء الشيخ محمد بن الحاج محمد زمان القاساني ومن أساتذته الذين أشرهم الفقيه الميرزا إبراهيم القاضي ومنهم شيخ الإسلام الأمير محمد حسين بن العلامة
محمد صالح الأصبهاني، ومنهم العلامة المحقق مرزا علاء الدين قلستانه، وغيرهم من علماء عصره الذين أفادوه. At the age of 17, Behbahani witnessed the Afghan invasion of his birth city, Isfahan. The misery of the destruction and the massacre brought on by the conquest led to his departure from Isfahan in the year 1135 AH. وانتقل إلى النجف الأشرف في عنفوان شبابه، واختص بالدراسة عند السيد الأكبر السيد محمد الطباطبائي جد السيد بحر العلوم محمد مهدي الطباطبائي الشهير ببحر العلوم، درس عليه حتى عد من المتميزين، ثم تزوج ابنته يعني أخت السيد مرتضى الطباطبائي وهو والد السيد محمد مهدي بحر العلوم. Following the Afghan invasion of Iran, which resulted in the near collapse of the Safavid state, Oman invaded Bahrain, leading to a period of political instability. Many scholars migrated towards the city of Behbahan in South Iran, where they began to expand their theological adherence to Akhbari Shi'ism. As state-centric Usulism lost its confidence, the young Sheikh Behbahani, then living in Najaf, decided to head towards Behbahan to challenge the growing Akhbari dominance. Thereafter, he became known as al-Waheed al-Behbahani. كانت الحركة الإخبارية الأصولية قبل كل شيء أخذت بجرى كبير ومساحة كبيرة في الأمة الإسلامية، خاصة عند الشيعة الإمامية، لأنه تقسم الشيعة إلى قسمين، إلى أصولية وإلى أخبارية. ما معنى الأصولية والأخبار؟ معنى الأصولية أنه الأصوليون يأخذون مصادر التشريع التي يلتزم بها المسلمون. عند الإمامية أربعة: الكتاب الكريم والسنة النبوية والإجماع والعقل، وحديث، يمكن الحديث عن كل منهما حديث طويل عريض في هذا الجانب، ولكن الأخباريون يأخذون في أولا بالكتاب والسنة ولا يعتبرون مجال للعقل في هذا الميدان. The knowledge of al-Wahid al-Behbahani spread between the masses and people benefited from his wisdom. He debated the Akhbaris tentatively, building up supporters, confidence and financial support to eventually lead to an Usuli revival. He went on to establish an Islamic seminary, which witnessed the graduation of many great scholars in history. یکی از کارهای اصلیشون رو ایشون قرار میدن در تبیین فکر اصیل شیعه و امامان شیعه که اخباری ها متاسفانه بد فهمیده بودن این رو، و بعد از آنی که ایشون میاد یه درگیری های هم اتفاق میفته و زد و خوردهایی هم رخ میده که اخباری ها دیگه با اون منطق وحید بهبهانی رضوان الله علیه که هر جا منطق بره اونجا دیگه جای صحبت های بی پای و اساس نیست، میبینن که نمیتونن در بهبهان جایی داشته باشن، میان در این مکان که قلعه مدرسه الان اسمش هست و ساکن میشن. یعنی بعد از صحبت ها و روشنگری هایی که مرحوم وحید بهبهانی رضوان الله علیه در دفاع از مکتب تشیع و امامان شیعه علیهم السلام داشتن، اخباری ها مجبور میشن از بهبهان بیان در این روستایی که شاید 15 کیلومتری بهبهان باشه که روستایی به نام روستای خیرآباد، و تو این مدرسه ساکن میشن
و ظاهراً مرحوم وحید بهبهانی رضوان الله علیه باز از بهبهان گاهی وقتی می اومده در این مدرسه و اون مناظراتش رو با اخباری ها ادامه میداده، به طوری که دیگه اخباریگری در بهبهان خلاصه خیلی کمرنگ و بیرنگ میشه. After his time in of 30 years in Behbahan, so somewhere around about 1750-1755, he moved to Karbala, and that's where he'd spent the rest of his life. Karbala at the time when he arrived was dominated by the Akhbari school of Shi'i thought. An influential Bahraini cleric by the name of Yusuf al-Bahrani was installed as the Dean of Scholarship in Karbala, where he led an intellectual onslaught on Usuli scholarship. Al-Wahid al-Behbahani, who by now had established Usulism in Behbahan, heard the news that the Akhbari movement had reached the holy cities of Karbala and Najaf. Upon hearing this, he decided to depart towards Iraq. He arrived in Najaf first and witnessed that the Akhbari thinking was not gaining much popularity in the city. He therefore made his way to Karbala, which appeared to be the central point for the Akhbari ideology. مدرسة كربلاء الحقيقة يمكن من عهد الوحيد أن نعتبرها مدرسة في قبال المدارس الإسلامية، يعني كانت مدرسة النجف، مدرسة قوم، أقدم منها مدرسة الكوفة، مدرسة بغداد، يمكن تأتي مدرسة الحلة كمدرسة وسطية بعد مدرسة النجف، تأتي مدرسة كربلاء هنا، يعني أخذت كربلاء سمة المدرسة، وهذه نقطة أساسية مهمة. يعني هذه المدينة احتضنت هذا العلم لكي يؤسس بها مدرسة. اون وحید بهبهانی که منشأ درس و بحث میشه و شاگردان بزرگی در محضر ایشون پرورش پیدا میکنند در همین کربلا است. When Wahid al-Behbahani came to Karbala, he noticed it was filled with the Akhbari thinking, and it was the main method of teaching. So much so that it prohibited anyone from learning from the Usuli's methods, and said their books were forbidden to study. The students that wanted to study the Usuli's books had no choice but to do so in hiding. With no desire for confrontation or to cause any problems, Behbahani decided to teach his students privately. His lessons were attended by many, who became inspired by his teachings. Through this, Sheikh Behbahani gradually gained more followers. وكان العالم الأقوى يومئذ بكربلاء المقدسة المرحوم الشيخ يوسف البحراني صاحب الموسوعة الفقهية باسم الحدائق الناظرة إلى فقه العترة الطاهرة. فكتاب الحدائق الناظرة يمتاز باستعراض الأخبار والأحاديث، والشيخ يوسف البحراني له نزعة أخبارية أكثر من الاتجاه الأصولي، ولذلك بتبعه كانت الحوزة العلمية يومئذ بكربلاء المقدسة ذات نزعة أخبارية. وحضر المرحوم الشيخ محمد باقر الوحيد البهبهاني إلى كربلاء المقدسة، وكان في رواق حرم الإمام الحسين عليه السلام محل تدريس المرحوم الشيخ يوسف البحراني. يوسف البحراني was an Akhbari cleric who had been teaching Akhbarism in the madrasas within Karbala, and Behbahani made it his main aim to try and teach the alternative, what's known as Usuli Shi'i legal thinking, teach the alternative to the Akhbari way of doing things. Him and Yusuf al-Bahrani had a number of discussions and what they might call munazara, debates, rows between the two of them. Wahid al-Behbahani once stood in the holy shrine of Imam Hussein and called out, "I have the proof of Allah and the truth of Allah for you." Upon hearing his cry, people surrounded him and inquired what the matter is. Sheikh al-Behbahani replied, "I want Sheikh Yusuf to allow me to teach and give me his pulpit, and I want him to order his students to attend my lessons." Sheikh Yusuf al-Bahrani heard this invitation
and responded by allowing Sheikh al-Behbahani to teach his students. Sheikh al-Behbahani took to the pulpit and delivered a series of lessons over 3 days consecutively. He sparked great discussion and debate between the Usulis and the Akhbaris. These debates would take place in two famous mosques in Al-Taq area in Karbala. Eventually, the Akhbaris were driven out of Karbala, and Usuli thinking ascended to, once again, become the dominant school of thought in the city. الوحيد البهبهاني حينما عاصر الشيخ يوسف البحراني والشيخ يوسف البحراني عملاق عملاق من عمالقة الفكر يوم ذاك فإذا أصبح في المدرسة الكربلائية قطبان قطب يمثل الفكر الأصولي وقطب آخر يمثل الفكر الإخباري يمكن أن أقول والواقع ما تشير إليه المصادر أن الفكر الأصولي قد اعتلى المنصة ووصل إلى أعلى المراتب لأن الذين قدمهم الوحيد البهبهاني للفكر كانوا عمالقة كانوا كبار في هذا الجانب إذن رحمة الله عليه حينما فارق الحياة معناه الفكر الأصولي بقي قائم بل تطور شيخ أبو علي شيخ أبو علي در رجال أبو علي معروف که از شاگردان ایشون رجالی بسیار قوی از مرحوم ابو علی ایشون نقل میکنه که مرحوم وحید بهبهانی نماز خوندن پشت سر صاحب حدائق رو باطل اعلام کرده بود که جایز نیست البته در مقابل اینم نقل میکنن که مرحوم صاحب حدائق فرموده بودن نخیر نماز خوندن پشت سر وحید بهبهانی جائزه و این درگیری ها هم بوده ثم بدأ معه حوار مستمر حتى هناك قضية ذكرها أكثر من مصدر يقول الشيخ القمي يروي هاي الرواية ويروها ذات ليلة في الصحن الحسيني أحد السدنة في الروضة الحسينية بأيام بالقرن الثاني عشر أو الحادي عشر اسمه حج كريم يقول كان يقوم بخدمة الحرم في شبابه رأيته ذات ليلة التقى بالشيخ يوسف والشيخ الوحيد البهبهاني في نقاش مستمر داخل الحرم وهما واقفان يتحاوران وطال الحوار بينهما حتى حان وقت إغلاق أبواب الحرم فانتقل إلى الرواق خلص سد الباب اجى شاف الشيوخ واقفين هم كذلك شافوه طلعوا وقفوا برا إلى الرواق المحيط واستمر في حوارهما وهما واقفان ولم ينقطع فلما أراد خادم الروضة إغلاق أبواب الرواق انتقلا إلى الصحن وهما يتحاوران فلما حان وقت إغلاق أبواب الصحن انتقلا إلى خارج الصحن المهم هذا يقول من الباب الذي ينفتح على القبلة واستمر في حوارهما وهما واقفان فتركهما وذهب إلى بيته ونام فلما حل الفجر ورجع إلى الحرم صباح اليوم الثاني سمع صوت حوار الشيخين من بعيد وعندما اقترب منهما وجدهما على نفس الهيئة التي تركهما بالليل حتى مناقشة الشيخ الوحيد للإخبارية كانت بمنتهى الهدوء وهذه الحقيقة كمسألة أساسية ومهمة كما ذكرنا يعني كان في قباله قمة من القمم لما يكون في قباله قمة وهو أيضا يمثل قمة في هذا الجانب فإذا هنا لم نسمع بمدينة كربلاء تشنج ولم نسمع صراع وإنما الأمور سرت على وفق الأصول في هذا الجانب كل جهة تحترم
الجهة الثانية، وسارت هذه الأمور على ما يرام. مدى الإنصاف والإخلاص والعلمية والموضوعية في المرحوم الشيخ يوسف البحراني صاحب الدورة الفقهية الحدائق الناظرة، حيث لما علم بحقانية موضع المرحوم الشيخ الوحيد البهبهاني لم تأخذه العزة إلى أن لا يخضع للموضوعية والعلمية عند الوحيد البهبهاني، بل خضع إلى درجة من أجل أن يمهد السبيل ويعلل أو يذلل العقبة لطبقة الأخباريين بالاتجاه السابق إلى هذا الاتجاه الأصولي، أوصى بأن لا يصلي على جنازته إلا هذا العالم الشيخ الوحيد البهبهاني. And when Yusuf al-Bahrani eventually died in 1772, it seems that Bihbahani was able to begin re-establishing Usuli fiqh, Usuli way of studying Shiite law in the Atabat generally, i.e. Karbala and Najaf, and in particular in Karbala. And for the rest of his life, he was responsible for building up and training a whole set of students who were involved in the spreading of the of Usuli Shi'i law, and to really to make that the dominant school of Shi'i law up until today. من ملامح توفيقات الله سبحانه وتعالى للوحيد وتبوؤه لهذه المرتبة العالية أن من تتلمذ عنده، طبعا الأسماء الكريمة التي تذكر هؤلاء كلهم من الأعلام والمراجع والمجتهدين، لكن هذه الميزة تذكر في تاريخه أنه كل من تلمذ عنده بلغ ووصل إلى مرتبة الاجتهاد، وهذا ما يكشف عن خلوص النية رحمة الله عليه واستعداد هؤلاء الأعلام الذين تلقوا منه، لأنه بلا شك للأستاذ أثر ولنفسه أثر بالغ في تربية الطالب وفي تنمية الملكات الفاضلة عنده. فالوحيد رحمة الله عليه كان متميزا ووحيدا فيما أصله. Shaykh al-Behbahani trained numerous scholars and jurists who continue to preserve and uphold the tradition of ijtihad after him. Many of his students were former akhbaris, who in fact renounced their former beliefs and accepted Usuli thought. The most notable from amongst his students, who later went on to become scholars, included Sayyid Mehdi Bahr al-Ulum, Sayyid Ali Tabatabai, Mirza Muhammad Mehdi Shahristani, Sayyid Muhammad Baqir al-Isfahani, Mirza Mehdi Shahid al-Mashhadi, Sayyid Muhammad Jawad al-Husayn al-Amili, Sayyid Muhsin al-A'raji, and Sheikh Ja'far Kashif al-Ghita. Shaykh al-Behbahani also authored several remarkable works on jurisprudence, including Sharh al-Mafatih, Hashyat al-Madarik, Hashyat al-Wafi, and Hashyat al-Kafi. حوزة تدريسية للشيخ الوحيد البهباني خريجيها كلهم أصبحوا من الأسود العلم وعمالقة المذهب. قلما حوزة تدريسية على حال أنتجت من هذا القبيل أن كل نتاجها عمالقة كبار أسود. When Wahid al-Behbahani was asked how he attained such a status and managed to gain acceptance and supporters from the people, he replied, I am not of a great status nor a senior scholar. What you see is from the blessings of Allah. I made sure that I respected all scholars with my sincere gratitude and honor towards them. I also made sure that I did my best in gaining knowledge through any possible means that Allah allowed. This is all a blessing and mercy from the Almighty Allah. الواقع أن هذه الشخصية لها جوانب عديدة، ولعل الجانب العلمي الفكري العقائدي يكون في مقدمة هذه
الجوانب. ما تعبیر که میکنیم استاد الکل به این معناست وحید صاحب مکتب کسی است از تبار بزرگانی مثل مجلسی، مثل ملا صالح مازندرانی صاحب مکتب هست و بزرگانی نسبت به ایشون ارادت داشتن از قبیل سید بحرالعلوم و مثل کاشف القتا و بزرگانی شاگرد ایشون بودن که بعد از ایشون در دنیای شیعه درخشش داشتن. ما کمتر داریم استادی که اینجور شاگردان بزرگی که هر کدام در نوع خودشون اینجور دنیای شیعه رو مورد درخشش قرار دادن داشته باشیم. وحید بسیار بزرگه، به حق باید به ایشون استاد الکل گفت و این هم معروف هست که در اواخر عمر ایشون عمرشون 90 متجاوزه، ظاهرن بیش از 90 سال عمر کردن، عارضه‌ای پیدا میکنن در آخر عمر و لذا اینقدر این مرد ملتزم بوده به اون چه که باور داشته چه در مورد حوزه ها چه در اعتقادات که معروف ایشون نمیتوانستی که درس در اون حدی فقه و اصول تدریس بکنه. ایشون یه شرح لمعه شروع کرد، چون حالا مثلا توان فکری یا ضعف امثال اینا باعث شده بود اون درس عظیم با اون بزرگان رو تعطیل کرد، یه شرح لمعه شروع کرد که طلبه های صدخان بیان شرح لمعه بخونن که بیکار نباشه و در اون حد توانش کار کنه. و نقل میکنن بسیاری از بزرگان شاگردانشون که خودشون مجتهد بودن و صاحب تدریس بودن به خاطر تمد و تبرک را می افتادن می آمدن همین درس شرح لمعه ایشون و می نشستن در این درس. و یعتقد السید اصولی شیعزم against the اخباریز and most of the things that he wrote, most of his works that we have today are in اصول الفقه, legal theory. Perhaps the most famous of these is al-Fawa'id al-Ha'iriyya. This is a collected work of Usul al-Fiqh in which he looks at various areas, chapter by chapter, of the classical Usul topics. He talks about how to interpret Quran and how to understand the Sunnah. He talks about how to interpret the akhbar of the Imams. How do you know that a report from one of the Imams is reliable or unreliable, sahih or da'if, or any of the categories in between. He talks extensively about ijtihad. And this perhaps was his major contribution to Usul al-Fiqh, the Shi'i legal theory, was the reintroduction of ijtihad. Behbahani managed to unveil the traces of some fundamental Islamic ideas. Amongst these was the concept of qiyas, Islamic law based on analogical reasoning applied to the juridical principles from the Quran and Sunnah. Behbahani also had a new outlook on the idea of ijtihad, amongst many other theories. Behbahani also had views on concepts like taqiyya, and managed to produce summaries and commentaries on books from previous scholars, such as Allam al-Hilli and al-Muqaddis al-Ardabili and al-Shahid al-Thani. وهنا تجلت عبقرية الوحيد البهبهاني فيما ألف من كتب، فقد ألف المسائل الفقهية في 11 جزءا، فصل فيها علم الفقه ونزهه عن الزيادات والإضافات وما ليس منه، ونظمه تنظيما جيدا، ويمكنني أن أعده منظم الحوزة العلمية. ثم كتب في الأصول وكتب في الحديث وكتب ببقية العلوم، له تعليقات على التهذيب وتعليقات على المسالك وتعليقات وحواشي على المدارك وتعليقات كثيرة على أمهات الكتب، لا سيما معالم الدين وملاذ المجتهدين الذي يسمى بمعالم الأصول لابن الشهيد الثاني. In some ways, more people read today Yusuf al-Bahrani's work, Al-Hada'iq al-Nadira, than any of Vahid Behbahani's works, even though Vahid Behbahani's Usulism was the thing which was established after his death. So my view of him is
of an incredibly impressive scholar and clearly a great teacher, a teacher who could inspire a generation of scholars to take on his message and to spread it far and wide throughout Iran and Iraq. And for that reason, he'll be remembered as the Muassis, the re-establisher of Usuli Shi'ism in the post-Safavid period. Sheikh Wahid al-Behbahani was arguably one of the most senior scholars of his time, and even 300 years prior to this. He and his students became the leading scholars that re-established the Usuli school of thought. He is widely known as the founder of the Usuli school during a period of weakness, and the one that protected the sources of legislation. علم أصول الفقه على عهد الوحيد البهباني لاقى دفعة ونقلة شاسعة كبيرة عما سبق. وأصول الفقه في الحقيقة في العلوم الدينية بمثابة منطق العلوم الدينية، يمنطق يوزن المنهجية في أبحاث كل العلوم الدينية، سواء في الفقه الأكبر المعارف والعقائد أو في الفقه الأصغر الفروع أو في الفقه الأوسط وهو الأخلاق والروحيات. ففي الحقيقة إذن المساهمة في أصول الفقه مساهمة عظيمة في ماذا؟ مساهمة عظيمة في منهجة الفكر الإمامي، في منهجة ومنطقة وتمنطق وتوزين وموازنة البحث العلمي في الفكر الإمامي والمدرسة الإمامية، وهذا بلا شك إسهام عظيم وكبير. ما اجتهاد را به معنای امروزی و تجدید تدوین علم اصول را اون هم به صورت امروزی مرهون و مدیون وحید بهبهانی هستیم. وإنما في أصول الفقه كان أصبح يعني هو رأس المدرسة الأصولية التي تكاملت بأحد تلامذته وهو شريف العلماء المازندراني في كربلاء، ثم تكاملت على يد تلميذ الشيخ شريف العلماء المرحوم الشيخ مرتضى الأنصاري، فأصبحت المدرسة الأصولية اليوم مدرسة الشيخ الأنصاري، وهي متكاملة مدرسة المرحوم الشيخ الوحيد البهبهاني. The author of the stories of the scholars says that after some time in Karbala, life had become difficult for Sheikh Wahid al-Behbahani, so he decided that he would leave Karbala in hope that his living standards would improve. But one night, Sheikh Behbahani saw Imam Hussein in his dream. In the dream, the Imam told the Sheikh that he is unhappy about his decision to leave Karbala. He therefore decided to remain beside the Master of Martyrs and continue to live in the holy city of Karbala until he passed away. أن الوحيد البهباني رحمة الله عليه أحدث انعطافا في علم الرجال، في علم الرجال، بحيث أحيا باب الاجتهاد في علم الرجال. طبعا قبله وقريب عصر المحقق البحراني الذي يصفه دائما الوحيد البهباني بالمحقق البحراني الشيخ سليمان الماحوزي، اللي يسميه بالمحقق صاحب كتاب البلغة وكتب أخرى، هو طبعا ذاك له الريادة في فتح باب الاجتهاد وطريقة اجتهاد معينة، وارتآها وتأثر بها الوحيد البهباني بقوة وبسطها وشيدها ونشرها جدا بقوة. طبعا قبل ذلك أيضا الميزة محمد السرابادي صاحب منهج الرجال، المير داماد إلى حد ما، بالتالي ذروته عند المحقق الشيخ سليمان الماحوزي، وذروتها القصوى صارت فاتحة لفتح باب الاجتهاد في علم الرجال عند الوحيد البهباني، وهذا أمر طبعا جدا هام، الاجتهاد في علم الرجال بدل التقليد. It was known that when Sheikh Wahid al-Behbahani would visit Imam Hussein, he would bow at the entrance and kiss the step, placing his face on the ground before entering the holy shrine. He would approach the holy shrine upset, in a state of brokenness and humility,
If the tragedy of Imam Hussein was narrated to him, his heart would weep for the tragedy, and he would begin to cry bitterly. كان شديد الولاء لأهل البيت عليهم السلام ببصيرة علمية وليست بعاطفة اندفاعية من دون أن تكون مبنية على أسس علمية عملاقة. كان ربما قد يصح أن نسميه مفيد عصره مرة أخرى، يعني شديد الولاء أهل البيت ضمن قواعد وموازين علمية ثاقبة، وهذا شيء له دور هو شأنه على يتحال. لذلك بصماته الولائية في الفقه في الأصول في الرجال ملحوظة جدا، وعلى طبق ماذا؟ على طبق رؤى علمية وبصائر علمية وليس صرف عاطفة من دون أسس وقواعد، بل على طبق قواعد وأسس بصيرية ثاقبة. لذلك هذه المسحة الولائية تجدها في كل تلاميذ الوحيد البهبهاني. Behbahani lived a life of more than 90 years, filled with exceptional achievements in Shia religious thinking. His knowledge drew many towards him, and he made sure that he was loved and followed by the hearts of those around him. In the month of Shawwal in the year 1205 AH, the roads of Karbala were overflowing with grief, as hundreds came out, mourning and weeping, after they had heard the news that Sheikh Waheed al-Behbahani had returned to his merciful Lord. He was very sick, and experienced immense suffering during the final moments of his life. His funeral took place in the shrine of Imam Hussein, and he was blessed to be buried near the sacred grave. The chapter of his life ended, but the book after his demise continued, as we are here today remembering him. تحمل المسؤولية ليس فقط تحقيق وظيفة، وإنما قد تكون له بركات، لأن الله سبحانه وتعالى إذا وجد عبده مستعدا أن يترك ملذاته ورغباته في سبيل أن يحقق رضا ربه، يفيض عليه بالنعم من حيث لا يشعر، يوفر له الفرص من حيث لا يشعر. قد لا يكون الوحيد البهبهاني مصمما على أن يدفن بجوار الإمام الحسين عليه السلام، لو كان مسافرا وأدركته المنية في بلد آخر ربما دفن في تلك البلاد، ولكن شاء الله سبحانه وتعالى له أن يكرمه بهذا التكريم، ولعل تلك الخدمات وتلك المثابرة وتحمل المسؤولية الذي كان بارزاً في شخصيته، تنقل من بلد إلى بلد وتغرب أكثر من مرة في سبيل أن يؤدي وظيفته، الله سبحانه وتعالى جعل له كربلاء مستقر له، وجوار الإمام الحسين عليه السلام مقراً له. هذه بركات أحياناً قد لا نستطيع أن نربط بينها، ولكن الله سبحانه وتعالى يقدرها لعباده المخلصين وللمقربين منه جزاء لهم بما قدموه في سبيله. The great Sheikh Waheed al-Behbahani was an exemplary scholar, an influence in the world of knowledge of Shi'i thought. Given his supreme service in preserving the institutions of Ijtihad and Marja'iyyah, Sheikh Behbahani was given the title Ustad al-Kul, teacher of all. He is regarded by many as the savior of Shia jurisprudence. He will forever be known as the restorer of the Usuli school and the one to establish the roots of knowledge which continue to grow, and to leave a legacy that is carried by his students even after his demise.